الشعراء تجاوزوا كثير من الخطوط الحمراء. شعرة إذا سقطت سقط العراق، هذا اللي تقصد فيه بالبيت المضغوط. أكثر الناس هم أكثرهم ابتسامة. دارمية الشرط أنها تكون موحدة القافية. صاحب الفكر يعاني. أسعد الله مساكم بالخير واليمن والبركات. ضيفنا اليوم مختلف جدا جدا، ثري الأخلاق والخلق، ونرحب بالشاعر الكبير فهد البدري. الله يرحب بك على فضلة يا أبو أصيل، وأنا سعيد جدا بهذه الدعوة الكريمة. أنا أراهن أن اليوم راح تكون حلقة متفردة جدا بوجودك، لأني أعرف ماذا لدى فهد البدري. وطبعا بما أن نتكلم في هذا البودكاست عن الشعر، وفهد يمثل العراق العظيم، بلد الثراء وبلد الشعر وبلد الأدب، راح يطول الحديث حول الشعر العراقي وأدب العراقي. فهد، لا شك أن العراق، نتفق جميعا أن العراق هو المدهش في, 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 في عالم الأدب والشعر. بالنسبة لنا كعرب دائما العراق في الصف الأول. أعتقد أن التنوع اللي موجود في العراق، تنوع القوميات اللي فيه من التاريخ القديم، سواء من الشعر مثلا، أكيد أن هناك الشعر الآشوري والسومري والشعر التركي والكردي إلى جانب الفارسي أيضا والعربي، هذا التنوع إلى أي مدى تشوف أنه أثر في هذا الثراء اللي موجود في الساحة العراقية؟ بالنسبة إلى الإثراء الأدبي اللي وصل للشعر العراقي، دعنا نبدأ من حيث الأصل. الشعر من حيث الأصل ذات أي مفهوم إشكالي جدلي لم يثبت دليلا بدايته، لكن علينا بما وصلنا إليه من مثلا أدلة لوحية، كتابات، مخطوطات، فثبتت هذه الاكتشافات للألواح الطينية اللي مكتوبة بالمسمارية. طبعا اللغة المسمارية هي اللغة اللي كانت منتشرة في بلاد ما بين النهرين. صحيح. اكتشف لوح طيني وجدت عليه قصيدة لشاعرة تسمى أنخيدوانا. كنت مهتمة بالأدب بشكل كبير جدا. أنخيدوانا هذه كتبت قصيدة، هذه القصيدة نقشت على هذا اللوح الطيني. نعم. ومرت عليها هذه العصور حتى وصلت إلينا. يعود تاريخ هذا اللوح إلى القرن 23 قبل الميلاد، يعني أنت تتكلم عن 4050-4070 سنة. نعم. عمر هذه القصيدة. نعم. هذا وإن دل يدل على وجود الشعر منذ القدم. نعم، منذ القدم، وجوده في اللغة الأكدية، وجود أنواع أخرى، يعني ورد من أنواع المحسنات البديعية اللي موجودة، الجناس محسن بديعي موجود في اللغة العربية وموجود بالشعر النبطي والشعر الشعبي. وجد الجناس موجود كذلك عندهم، كانوا يستعملونه، يعني الأميرة إلى الملك فلان تحياتنا، إلى كذا تحياتنا، التكرار هذا، وعلى أن كل هذه الكلمة لكل تكرار لها معنى آخر مختلف مثل ما هو الحال في الجناس. تطور الأمر، تعاقبت العصور على الشعر حال أي مفهوم آخر، فوصلنا إلى عصر القصيدة العربية. بصباح قبل العربية، خلينا مبدئيا في الجزء الأول من التاريخ اللي هي القوميات، نقول الشعر السومري والآشوري والفنون الثانية. هل هذا الشعور تمازجت بشكل أو بآخر وأنتجت فنون خاصة؟ بمعنى أنا أجد أنه في العراق في فنون مختلفة عن الدول العربية، كأنها نتاج لخليط معين. كان في حلقة سابقة تكلمت أنا وأحد الأخوان الضيوف أبو محفوظ من موريتانيا، وتكلم أن الشعر الحساني كان نتاج لتصادم اللغة العربية باللغة البربرية، ونتج هذا الشعر الحساني في النص. هل في فنون جديدة نتجت عن هذا التنوع من الثقافات خاصة بالعراق؟
بدون شك يعني احنا تطرقنا لموضوع ان يوم ان الشعر كان له وجود في العصر الاكدي وما سبقه من عصور اخرى السومريه وما تلاه من الاشوريه انتقالا الى صدر الاسلام انتقالا الى العصر الاموي انتقالا الى العصر العباسي العصر الذهبي للشعر انتقالا بعد ذلك بدخول امم اخرى ونزوح أهاليها إلى العراق مثل الأقوام التركية التركمانية الفارسية هذه كل يوم كل قوم وكل أمة تأتيك بموروثها تأتيك بلغتها تأتيك بعاداتها بتقاليدها فتتمازج هذه المفاهيم وهذا الإرث ليخلق نوع جديد خلق في العراق بلا شك الشعر الشعبي العراقي اللي نقدر نقول بدأت ملامحه من منتصف القرن الثامن عشر. الشعر العربي تسلل في مراحل متأخرة من بعد هذا الفنون القديمة اللي هي تسلل مع الفصحى وبعدين نتج عنه الفنون الشعبية العراقية، فأعتقد هي مرحلة متأخرة مقارنة بالفنون القديمة السومرية والآشورية وما سبقها. أنا الحقيقة مش على اطلاع أبو صباح، إلى الآن في العراق في هذا العصر المعاصر في شعر في القوميات الأخرى؟ هل في شعر عند الآشوريين والكرديين يختلف عن الشعر العربي؟ لهم فنونهم الخاصة؟ أكيد. اليوم في شعراء أكراد وفي شعراء تركمانيين وفي شعراء بل وصل الأمر بس بموضوع القوميات عندك الأديان كذلك ثمت شعراء إلى خاصين بالديانة المندائية اللي هي الصابئة يكتبون رفعة لهذا الإرث الديني لهم ولهم خصوصيتهم ولهم من الأشياء المدهشة جدا بالنسبة لي في العراق واللي أنا وكثير من الجمهور يتفق أن الأبوذيات والدارميات من الفنون القريبة للقلب. هذا الفنون هل في تاريخ معين لنشأتها أو مثلا وين مناطق انتشارها بالعراق؟ لو قسمنا العراق وين تنتشر الفنون الشعر النبطي الدارميات الأبوذيات حتى الشعر الفصحى، هل في مناطق معينة انتشارها وتاريخ نشأة الفنون هذه؟ حتى تتضح الصورة دعنا نقسم الشعر الشعبي العراقي إلى خمسة أقسام وسادس تخيل جديد. الخمسة الأوائل العمود الشعر العمودي ويتضمن الشعر النبطي كذلك، والصنف الثاني الأبوذية، الصنف الثالث الدارمي، والصنف الرابع الأتابة، والصنف الخامس الزهيري، السادس اللي هو الشعر الحر وما تلاه من تطور. الأكثر جدلا بحكم أكثر شيوعا واستخداما ترى أن الأبوذية والدارمي طغوا بالإرث الشعبي العراقي حتى تجد أن لهم جمهور في شبه الجزيرة العربية، جمهور في البلاد المغرب العربي، ويحفظون هذا الإرث ويتبادلون فيما بينهم ويستشهدون فيه. البناء الفني للأبوذيات نوضح للجمهور، طبعا البناء الفني هو يعتمد أعتقد على بحر واحد ولا أكثر من بحر؟ بالنسبة للأبوذية بتكون ثلاثة أشطر وخاتمة، الشطر الرابع خاتمة ينتهي بالياء المشدودة والهاء المهمولة. الأشطر هذه الثلاث تنتهي الأولى تنتهي بجناس، هذا الجناس يكون تام وممكن يكون من كلمة أو من كلمتين. لكل شطر لابد أن يكون معنى مختلف عن الآخر. هذه من ناحية الأبوذية. من ناحية الزهيري يكون سبعة أشطر وقريب من الأبوذية، والكثير يعني أحيانا يصبح عندهم نوع من اللقط ما بين الزهيري والأبوذية. الزهيري كذلك جناس ثلاثة وفي خاتمة وثلاثة وخاتمة، لكن له يعني نوع شوي صبغة مختلفة عن الأبوذية، أكثر من جناس يدخل في الزهيري. الدارمي يكون بيت من شطرين صدر وعجز يحملون ذات القافية، قريب جدا من طرق المسحوب في الشعر النبطي، فرق حرف تقريبا. الأبوذية قريب بل هو بالصميم يعني اللي هو الصخري نعم
مفاعيل 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 والبحر وافقه. الدارمية الشرط أنها تكون موحدة القافية؟ لابد تكون موحدة القافية. والدارمي من جماله أنه يعتبر قصيدة مضغوطة، رسالة قوية، رسالة قوية. طبعا نرجع لنشأة الدارمي، مثير للجدل، في منهم من قال نسبة إلى قبيلة بني دارم وكتبتها امرأة من بني دارم، ومنهم من قال أنه في كان هنالك دار اسمها دار مي، امرأة مي، وعندها دار واحترقت فكتبت بيت على دارها فسمي دارمي، ومنهم من قال من الدردمة، ولعل الأرجح هو لامرأة من بني دارم. الدارمي ممكن يكون رسالة، ممكن يكون إصلاح ذات البين، ممكن يكون تعبير عن حال معين، ممكن يكون شكوى، ممكن يكون ترميز، ممكن استخدم حتى من حيث أنه تغليفه لغز معين ويوجه لشاعر معين ويتطلب من الشاعر الآخر أن يرد بدارمي لحل هذا اللغز. الشاعر إذا وجه لشاعر ملزم بالرد؟ ملزم بالرد، نعم ملزم بالرد. والأمثلة على هذا ذلك كثير، مثلا أخرس غرق بالماء والشر بصبعة على الجرف بس عميان يا أهلي طلعة. فعلى الشعراء اللي موجه لهم هذا البيت أن يجيبوا بحل لهذه القضية، يعني هذه المعضلة. وحقيقة هو شرح جدا أبو أصيل، وكثر استخدامه من قبل النساء في جنوب العراق جدا، خاصة في القرى، في الأما، في العشائر والقبائل اللي يصل عنصر التحفظ فيها إلى الغلو. يعني دعني أوضح لك هذه الحكاية اللي راح تبين الكثير يعني وتوصل الكثير. كان في امرأة بقرية من قرى الجنوب تحب جارهم، الحب العذري اللطيف، نعم نعم عفيف، نعم، وعلى أمل أن يكون من نصيبها. تقدم لها أكثر من مرة ورفضوا أهلها لأنه من قبيلة وهي من قبيلة أخرى. حاول ثاني مرة رفضوا، جاب جاهية وناس وكذا رفضوا، فما وجد أي حل، فاضطروا أن يرتحلوا من هذه القرية إلى قرية أخرى حتى يفكون ولدهم علة هذا العشق. فيوم ارتحلوا البنت هذه اللي تحمل هذه المشاعر العذرية، هذه المشاعر النقية، أصابها بقدر ما تحمل من هذه المشاعر أسى وحزن وألم على فراق من تحب. لكن أصعب ما على الإنسان يا أبو أصيل أن يصل لدرجة لا يستطيع أن يعبر عن حزنه، لا يحق لها أن يعبر عن حزنه. يعني هذه البنت كانت حتى لا تستطيع أن تبكي، إن بكت سألوها ليش تبكين، لا شو اللي دفعت لهذا، فكتبت بيت وكان دارمي. تقول خلاني وحدي وراح، يا وليفي ما مش عزيزي يموت وابكي على كيفي. الله الله الله، تقول ما يموت لي اخ ولا ابكي على كيفي عشان ابكي، فاذا سالوني قلت ابكي على اخوي، ابكي على سبب، ابكي على فراق حبيبي. يا سلام، فمن هذا المثال يعني وليك ابيات كثيره انا كتبت على هذا اللون الدارمي. هذا اللي تقصد فيه بالبيت المضغوط، لانه يوصل معنى قوي جدا يمكن يغني عن قصيده، يغني عن قصيده باكملها يعني، وكتبوا عليها كثير. ابو صباح، مناطق انتشار هذا الفنون، يعني انت تقول لي اعتقد الدارمي في الجنوب. الجنوب يشتهر فيه من حيث الابداع، وكذلك الفرات الاوسط، لكن في الغربيه، الاماكن الغربيه وشمال العراق لا تواجد. الأبوذيات نفس المناطق انتشار، الأبوذية الجنوب، ونحرص على ذكر منبعها اللي هي سوق الشيوخ. سوق الشيوخ الأبوذية طبعا أبو الأذية، أبو الأذية قالوا أنه سبب تسميتها أي الحزن، هي من الأذية، يعني أنه لا يكتبها إلا من كان به أذى، هذا من اللي ذهبوا إلى سبب التسمية. وقيل نشأتها، يعني الجدلية على نشأتها، أنه كيف نشأ هذا النوع. الجناس موجود في الشعر العربي الفصيح ويستخدم، ممكن إذا تذكر بيت كفاهة ولا من الأمثلة اللي بالفصيح، لكن مش بهذه الدقة ولا بهذا الطرق، ما يكتب لها طرق ولا بهذه الحسجة، نقول حسجة لهذا الفن والإبداع.
قيل أنه سبب نشأته هذا الأرجح كان في شاعر يقال حسين العبادي، هذا في منتصف القرن الثامن عشر، يعني تكلم عن 1860-1870. كان يستمع لامرأة فقدت ابنها وهي ترثيه يعني بأسلوب النعي وأسلوب الرثاء الفقد على نمط العتابة، العتابة اللي ما تطرقنا لها اللي هي شبيهة الأبوذية ولكن تنتهي بآب ما تنتهي بإية، كذلك على صخري مفاعيل مفاعيل مفعولا وجناس وأربعة أشطر لكن تنتهي بآب أو تنتهي مهمولة، والأمثلة عليها كثير، وهذه تشتهر بالغربية المدن العراق الغربية أقرب للشام، هلك شالوا على بالضبط، هلك شالوا على محمول ياشير وخلوا لك عظام الحيل ياشير، القصة المشهورة لي. نعم. فسمعها تدندن بالعتابة وأخذ على هذا الأمر، أخذ تعرف الشاعر عنده جرس موسيقي يعني، وهم أغلبهم كانوا أهل زراعة وأهل قرى، واليوم المزارع يوم يقوم بعمله هذا يحتاج ما يسليه أثناء القيام بهذا العمل، فبقى الأمر في ذهنه وبدأ يدندن على هذه العتابة، لكن بأن تكون نهايتها إيه، لأن هذه مفردة الإيه تعبر نوعا ما أيوة عن شيء بالضبط خاصة بالعشائر الجنوب، يعني لها لذة معينة، لها نطق معين عندهم، فكتب أول بيت على الأبوذية وبدأ يشتهر يشتهر حتى أخذ هذه الشهرة. فمن أعلامه اللي كثير أحيانا يصير لقط يعتبرون أنه من أسس الأبوذية الأبو معيشي، معيشي من أصول نجدية. نعم. وسكن سوق الشيوخ، سوق الشيوخ كان فيها ميناء وقيل ميناءين للتمور والشلب كانوا يبيعون، فكان يجيهم من كل البلدان الأخرى. نعم. ففي منهم من يأتي ويجلس ولا يذهب، فصار هذا بعد نرجع لموضوع ذات الموضوع التنوع الثقافي. فأبو معيشي اشتهر بهذا اللون وأبدع فيه لدرجة أنه أصبح بنظر الكثير أنه هو مؤسس الأبوذية. من أبيات أبو معيشي بهيمة وقمت صيحا ياي ما ياي غشيم وعالسرابة شفيت ما ياي ما ياي شبت شبت والشيب وقتها بعد ما ياي وجزيت الخلفون سنين مية الله الله. الحديث يطول حقيقة عن الأبوذية، علشان ما نكون تجاهلنا الشعر النبطي له في العراق، وانت حد شعراء النبطي في العراق، النبطي وين ينتشر؟ بنزوح القبائل العربية، وانت تعرف أسباب النزوح ما تخفى عليك، يمكن من فترة ناقشناها يعني، وتختلف على فترات معينة يعني، وأغلبهم سكنوا المنطقة التي تقع ما بين سوريا بلاد الشام وما بين الجزيرة، الجزيرة من شمر ودليم وغيرهم من القبائل، والجنوب اللي سكنوا على حدود السعودية والكويت والعراق هذا المثلث عرفت، ومنهم قبائلنا. فانتشر هذا وللعلم يعني أنه بالأقدمية، وهذه وجهة نظري يعني، أرى أن بالأقدمية وجود الشعر النبطي في العراق قبل الشعر الشعبي، الشعر النبطي في العراق قبل، يعني إذا تنظر أنه بن خلدون ذكر في مقدمته، وبن خلدون في القرن السابع هجري الثامن هجري ذكر أنه تواجد القبائل اللي تكتب هذا الشعر، وذكر فيه أمثلة على هذا الأمر، فمعناته أنه كان منتشر من السابق بكثير قبل الشعر. هذا على فرضية أن النبطي كان الجسر الناقل ما بين الفصيح والعامي. بالضبط. لكن بدأ يقل في العراق بحكم التمدن وبحكم هذا يعني التنازع الثقافي اللي صار داخل العراق، اختلاف اللهجات وصيل، لأن أنت عندك الجنوب فيه أكثر من 15 إلى 20 لهجة، وانت تتكلم عن جنوب العراق فقط يعني، كل عشيرة بالعشيرة بذاتها فيها لهجات
بينهم مختصة يعني. خليني أخذ منك اسم تعتبر أيقونة في كل فن من هذا الفنون، يعني مثلا الأبوذيات، من تشوف أيقونة الأبوذيات في العراق؟ الحقيقة أبو أصيل المبدعين كثر، خاصة بظهور هذا الجيل الجديد المخيف حقيقة من ناحية ابتكار الصورة، فحتى لا نظلم أحد، أنا بيك تظلم، دعنا أن نفضل التقسيم الجغرافي. طيب المكان. إذا قلنا أبوذية فسوق الشيوخ قضاء هذا داخل محافظة ذيقار، نعم، هو من يتسيد الأبوذيات، الأبوذية نعم، ومن يتسيد دارميات هذا الإبداع. بالنسبة للدارمية نقول الشطرة، وهذه كذلك منطقة في محافظة ذيقار، نعم، شعراءها مبدعين بهذا اللون بشكل مخيف. دائما أشعر أن العراق مرتبط جدا بالعصر العباسي، لما نتكلم عن الشعر العراق كان نشط وكان أوج تألق شعراء العراق في العصر العباسي. في سبب معينة تشوفه أنت لهذا الشيء؟ أكيد. شوف وصيل، أنت عشان نفهم هذا الأمر لابد أن نلقي نظرة سريعة على التغير التاريخي اللي صار هذا. عندك الخلافة الإسلامية كانت في الشام في دمشق في العهد الأموي، نعم، وانتقلت من ثم إلى بغداد، نعم، بعد ما بنى المنصور بغداد وسماها دار السلام. من هنا بدأت الانطلاقة، من هنا بدأت العلوم تنتشر وتتوسع وتزدهر، نعم، كل العلوم. ليش؟ لأن دخل رافد عندك مهم جدا لا يمكن يعني نغفل عنه، اللي هو الترجمة في العصر العباسي. في العصر العباسي وعلى مراحل، بدأ المرحلة الأولى ببداية خلافة المنصور، نعم، جعفر المنصور، نعم، وهي ترجمة ما سبقوهم من أمم، وعلى وجه الخصوص ترجمة العلوم الإغريقية، من فلسفة، من علوم طبية، من علوم أدبية، شتى العلوم. هذه الترجمة أضافت الكثير من حيث الثقافة، من حيث توسيع المدارك عند شعراء هذا العصر، من حيث نشوء مدارس جديدة غير تقليدية. مثلا إذا تنظر بصدر الإسلام والعهد الأموي، الشعر كان مواضيع شبه محدودة على المدح، على الرثاء، على الهجاء، نعم، على الحكمة، على قصائد الحروب، نعم، وشد الهمة. في الشعر العباسي تجد أنه بدأ الأمر يتطور ويذهب منحى آخر، بدأت الأمور تتوسع، بدأت تظهر مدارس جديدة. عندك مثلا المدرسة اللي تبناها أبو تمام، أبو تمام يعتبر من ألمع من كتبوا على المدرسة الحداثية اللي الآن تسمى السرياليات، نعم. أبو تمام، خلنا نضحكك، يلا، الإنسان دائما يا أخي عدو ما يجهل، صحيح، بظهور علم جديد، بظهور أي شيء جديد لابد أن يعاده. فظهر أبو تمام يكتب بهذا الوعي وهذه الحداثة، وأحيانا يذهب ما بعد الخيال والمسميات الجديدة، فذكر بقصيدة من قصائده كأس الملامة، اسقني كأس الملامة وما شابه ذلك، ما يحضرني البيت. فحتى صادف ناس من المدرسة الكلاسيكية التقليدية للشعر الفصيح، نعم، فبدأوا إنهم يتحرشون به. أبو تمام، بالله عليك صبنا من كأس الملامة، الله، يعطونا كأس يقولون صبنا. قال حاضر ولكن بشرط. قالوا تكلم. قالوا أن تأتون لي بريشة من جناح الذل الذي ذكرها الله في كتابه العزيز. سبحان الله. تعجيزهما جناح الذل من الرحمة. هو يشير إنه هذا الأمر يعني مجازي، وقد استشهد فيه. بالعكس، التصوير عميق يقربك للمعنى، ما يبعدك عن المعنى. فاستمر هذا النزاع حتى وصل أحيانا إلى شخص وعالم كان يحترم أبو تمام، قال أبو تمام لماذا لا تكتب ما يفهمونه الناس؟ فناظر إليها أبو تمام بتهكم
ولماذا الناس لا يفهمون ما أكتب؟ صحيح. لماذا لا تفهمون ما يقال؟ ليش يعني مثل ما أنت تطلب مني أني أكتب لك ما تفهم، ما عليك أن تفهم ما أكتب. ودليل ذلك أن أبو تمام كان يكتب القصائد الكلاسيكية اللي تفهمها المجتمع السطحي وغالبية الجمهور. صحيح. المستمعين لهذه المدرسة الكلاسيكية. هذه أبو صباح هي دائما هذا الصراع ما بين الوعي والجهل، يعني سالفة لماذا تقول لا تقول ما يفهم لماذا تفهم ما يقال. آفة الوعي هي محدودية الوعي عند الجمهور، يأخذك إلى هذا. كيف تشوف العلاقة بين الوعي والجهل أبو صباح؟ مخيفة جدا، حقيقة مخيفة. أولها يعني تقدر تقول التناقض المخيف فيها أنه الأشقياء دائما هم أصحاب الوعي. صحيح. ولذلك المتنبي يا أخي هذا عبقرية قل نظيرها، يقول وذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وراعي الجهالة بالجهالة ينعم. ومن ثم خالد الفيصل له شطر يقول راعي الفكر يشقى وترتاح الأنعام أو ما شابه ذلك. دائما صاحب الفكر يعاني أكثر جدلية فكرية رأسه، دائما عند هذا الفكر الديناميك اللي لن يتوقف حتى إثناء نوم. إثناء نوم تراه يظهر بأحلام ما يظهر فيها الإنسان السعيد اللي هو متنعم بنعيم الجهل. فالعلاقة بينهم ذات نقيض مخيف. أعتقد بالذات عندما تتعامل مع محدودية الوعي يجعلك غريب، ممكن يتهموك بالخبال، وكأن يقال ما أصعب من وعي الجهل إلا جهل الوعي. أحيانا تكون أنت واعي والناس ما تدري أنه هذا الوعي، فهاي إشكالية دائما. لذلك ليت قومي يعلمون، الرجل اللي كان في قصة سورة ياسين أظن اللي قال ليت قومي يعلمون. صحيح. هو كان ينظر لهذا الجهل اللي هم واقعين فيه وكان يتمنى لو كانوا يعلمون. الخلاصة لو كان الجهل نقمة فالوعي جحيم. أكيد. صحيح. أبو صباح، طبعا الحزن هو شعور بشري عندنا كلنا، لكن في العراق حزن لا ينتهي، نستشعره في الأدب، في الشعر، في الأغاني. ليش؟ مبدئيا الحزن هو الوجه الأبرز للصدق. وحتى نكون أكثر وضوح، لا يمكن أن يكتب الشاعر شيء حزين ويكون كاذب. هذا من طبعا من منطلق ثاني نرجع إلى الكليات، لكن أحيانا قد يكون الشاعر بكاء بالفطرة، عاطفته جياشة يعني. بالضبط، أنا هذا اللي أبي أوصل له. نرجع إلى الكليات حتى نفهم الجزئيات المتأخرة. إذا ترى نشأة تاريخ الشعر البكائي الحزين، ترى مرتبط بأمر مهم جدا وهو النعي، شعر النعي. هو شعر النائحات ويسمى، وكان معروف حتى في الأمم السابقة في العصر القديم عند السومريون كانت تسمى أمارة. أي. الناعية يسمونها أمارة، وعند الأكاديين كانت تسمى أم بكاتي، وبكاتي هي البكاء، فيعني أم البكاء أو من تستطيع أن تستقطب هذا البكاء لمن يستمع إلى نعيها. نرى ذلك كان جليا كذلك في الشعر الجاهلي، لذلك نهى عن الإسلام، يعني قال أن النعي من الجاهلية وقال أن النائحات من الجاهلية، نهت عن يعني بعض التوجيهات الدينية التشريعية اللي نهت عن هذا الأمر حقيقة وفيها مصلحة. استمر هذا الأمر من ذاك التاريخ القديم اللي أذكره لك الآن حتى إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا الأمة العراقية لو أرادت أن تنوم طفلها الصغير تقعد
تدلي على ظهره، تضرب على ظهره وتقول دل اللو يا الولد يا ابني دل اللو عدوك عليل وساكن تشول. الله الله بهذه الونة الحزينة، يعني كيف تريد أن يكبر وضيف على ذلك الحياة التعبوية اللي عاشها الشعب العراقي خاصة بآخر 100 سنة، حياة تعبوية، انتقال من أحداث إلى أحداث من أحداث إلى أحداث، ما تريث صحيح، ما تنفس الصعدة صحيح. فهذا السبب يعني كبير جدا ان ترى صبغة الحزن، ولكنها الحزن اللطيف صحيح، الحزن اللطيف اللي ترى في العراق. كثر الحزن عشان نكثر الاستمتاع. الله يطول عمرك ابو صباح. بين الادب وانعدام الادب الشعراء تجاوزوا كثير من الخطوط الحمراء، سواء في الوصف او في الخيال حتى في المدح. هذا الادب يعني نسميه الأدب العاري اللي يصل ياخذ الشعراء إلى حدود كبيرة من المجون والانكشاف. هذا الموضوع كان دائما يراودني بين الحين والآخر وأشمئز منه حقيقة، من باب إنه القصيدة اللي تستحي إنك تقول، إنك تستحي تقولها قدام عائلتك لا تقولها في الخارج. صحيح. حتى كنت أسمع مقابلة للشاعر الراحل عريان سيد خلف رحمه الله، وهذا مدرسة من مدارس الشعر الشعب العراقي وأراه يترأسها يعني. نعم. من حيث القصائد العمودية، أخذت منك تصريح رفضت تصرح من غير شو من حيث القصائد العمودية زين. والعمودية الكلاسيكية الواقعية، أما من حيث الحداثة لا، فتميل البصلة إلى كاظم إسماعيل قاطع. الله. الليلة موت الليلة آخر ليلة الغيم مديدة على رأسي والمطر شد حيلة، حتى لا أفسب شيء بشيء يذكر. نرجع الموضوع عريان، فعريان هذا ظاهرة يعني، رجل يكفي أنه في ليلة من الليالي كان يقول في الستينات تطفح البسمة على بال المبتلين، يقول المبتلي دائما كثير الضحك كثير الابتسامة، تطفح البسمة على بال المبتلين، البحر يضحك من تشك صدر السفن. الله الله. كل بحر يوم تجي السفينة تشك صدره شاقة صدره، يعطيها وضعيته كأنها جالس يبتسم. صحيح. ويشير لموضوع أنه أكثر الناس هم أكثرهم ابتسامة، اللي أصلا أثبتت الدراسات النفسية بعد ذلك، بعد ما صرح بهذا، وهم لا يعلمون بعريان أكيد يعني. فعريان تطرق لهذا الموضوع، وصفه بوصف جميل جدا، أتمنى لو كان يستمع إلينا أحد الباحثين في شؤون الأدب وفي شؤون اللغة العربية والشعر أن يتبنى هذا الأمر ويجعل منها رسالة ماجستير أو دكتور. اللي هو سماه الأدب المكشوف، المفضوح بمعنى آخر. الأدب المكشوف بمعنى آخر وأكثر وضوح، اللي هو الابتذال المجون في القول. المجون نعم. الابتذال في القول، أن يقوم الشاعر أحيانا يعني، وأكثر شيء يتواجد ترى في الغزل، وللأسف هالفترة منتشر بشكل كبير جدا. البعض يحسبه من باب أنه يجلب له الشهرة، من باب أنه يفتح له آفاق، من باب أنه يكون أسهل على الفهم، في حين هو ابتذال في القول لا فهم. ولكن خلنا نكون في هذا النقطة بالذات، أنه في ناس تأخذ هذا النهج الجريء للانتشار وصول للجمهور، وهذه أشياء أحد الأشياء اللي يتهم بها نزار قباني، أنه وصل للجمهور بجرأته مش بإبداعه. وفي جزء من هذا يعني ممكن نتفق مع أنه كان جريء وجرأته هي اللي وصلت للجمهور. بالضبط. أجيك في هالموضوع قبلها، خلنا نرجع نفتح نافذة العصر العباسي. كان في شاعر يقال له بشار بن برد الأعمى. نعم. شوف اللطافة في الوصف، اللطافة في الغزل، يخاطب محبوبته يا أطيب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك. هذا مش هذا ما اعتبره أنا. شوف هذا الإبداع وعدم الابتذال. ما في ابتذال. في حين إن في حين إنه تطرق لخط حساس جدا في الغزل. نعم. أن تأتي أن تصف شيء يختص بالمرأة بهذه الطريقة، هذا هو الإبداع اللي ندعو له. ما حد منع أنه يتغزل بالآخر، لكن ما يكون بالأدب المكشوف اللي قاعد نشوف نماذج مخيفة. نزار وقع كثيرا في موضوع الابتذال في القول. صحيح. وأنا يعني لا أبريه، ولكن
ما ناخذ هذا الأمر شماعة ويطلع لي متطفل على الشعر لا يفرق بين قصيدة المتنبية وقصيدة أبو فراس الحمداني، ويمكن أصلا ما سامع فيهم، ويجي يقول نصر ليس بشاعر ولا لا شيء في الشعر. لا، هذا إقصاء، هذا إسفاف بالقول. لا هو لا شك أن نزار شاعر مبدع، شاعر مبدع، استعمل الجرأة وأحيانا استعملها للمجاز والتورية، ولا بد أن نبين هذا الأمر، وتراه جليا وواضح بقصيدته مثلا اللي كتبها بعد ما أصبح داوم في السفارة، في السفارة السورية اللي موجودة في أسبانيا، نقلوا هناك، فكان كثير التردد على قصر الحمراء، فصادف بنت أسبانية هناك فكتب عليها قصيدة، حتى لا نطيل ما نذكرها بأكملها، نذكر بس مطلعها وما نريد إيصاله. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعادي. وبدأ يوصف هذه البنت، هل أنت أسبانية؟ سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي قرناطة وصحت قرون سبعة. وصل إلى الخاتمة، هذا اللي أود أن أشير له، من ينظر إلى هذا أمر يراه غزلا من نزار. وصل إلى خاتمة القصيدة، قال عانقت فيها عندما ودعتها رجل يسمى طارق بن زيادي. الله، طارق بن زياد القائد، اسقاط سياسي، اسقاط تاريخي، فتح الاندلس. ولا، وان القصيده اصلا ما موجهه للغزل، هي موجهه الى الوقوف على هذه الاطلال، التوجد، الحنين الى التاريخ الاسلامي، الحنين الى الاندلس، الحنين الى هذا الارث العظيم بهذه الطريقه، وهذا يحسب لك ابداع. في حين اخر انه لا، ابتذل القول في بعض قصائده و استخدم مفردات كان ما ينبغي أن يستخدم. صحيح، أنا أيدك أبو صباح، لكن اسمح لي بمداخلة بسيطة. أتفق معك أنه نزار قباني شاعر مبدع، ولكن أعتقد أن أخذ حظوه أكثر من غيره بجرأته، يعني بمعنى الشهرة الكبير اللي حققها نسبة كبيرة بسبب تجاوز الخطوط الحمراء، يمكن يتساوى في الإبداع مع شعراء كثير من جيله وفي من أفضل منه وكذا، لكنه كان الأذكى اجتماعيا من خلال جرأته. صدق، هذا الأمر بعد يتعلق بالحظ والتوافيق الله سبحانه وتعالى، وأحيانا التسويق، لابد أن نشير الأمر، في كل زمن طريقة تسويق معينة. صحيح، أحيانا يكون الشاعر شاعر وذكي ومبدع وكذا، ولكن ما عنده فن التسويق، والآن ترى في مجالنا حن مجال الشعر النبطي، كم شاعر في ذهن أبو أصيل طاغي إبداعا لكن لا يستطيع إيصال هذه القصائد، وفي الشعر الشعب العراقي كذلك مبدعين ويستطيعون إيصال هذه القصائد. وحتى التورية اللي ذكرتها أبو صباح، التورية لما تطول عن حدها يعني تصير مجون إلى أن تصل النقطة، فبالتالي أنت صعب أنك تطرحها على قولتك لأطفال، لأهالي، لكذا. وهذا السؤال يأخذني إلى أنه الشعر، يعني أنا أجد في الشعر المجون اللي نتكلم عنه، الانكشاف، نجد في الشعر الكذب على سياق أكذب الشعر، أجمل الشعر أكذبه، نجد فيه النفاق بالمبالغة، حين نعارضها أنا أصدق الشعر أعذبه. بالضبط، هل الشعر يهذب؟ يعني إذا كان هذا الشعر اللي نتكلم عنه فيه المجون وفيه المبالغة في الكذب وفيه النفاق وكذا وكذا وكذا، هل الشعر يهذب؟ أنت كأنك جاوبت ما في داخلي قبل لا أجاوب. زين، من ناحية التهذيب، من ناحية الشعر إطلاقا ما إلى أي دور في التهذيب، ممكن يغذي المجتمع بالتأكيد على مبادئ معينة، تأكيد على قيم معينة، يذكرهم بأمور معينة، يثقفهم من ناحية أمور معينة، سواء كانت لغوية، تاريخية، أدبية، سياسية، أي أمر آخر، لكن من ناحية أن يهذب أو يأخذ بيد المجتمع إلى التقدم، لا، المجتمع لا يتقدم إلا بالعلم، هذه حقيقة لابد أن نعترف فيها، المجتمع لا يتقدم إلا بالعلم، الشعر يبقى شعر والشاعر يبقى شاعر، يعبر عن شعور معين، قد يصل أحيانا أن بدأ يسمو الشعر كما كان عليه الواقع بأن يصبح رسالة إلى الجيل القادم، رسالة إلى الجيل الحالي، رسالة إلى جهة معينة، رسالة إلى شخص معين، رسالة نبيلة. نعم، يغذي المجتمع، يغذيه،
لكن من ناحية أن يهذب لا، لو كان يهذب لرأيت أكثر الناس تهذيبا هم الشعراء. عرفت؟ وهذه لا يعني لا هي إشارة أني أسيء إلى شعراء، لا بالعكس. يعني الجنون والشعر على افتراض أن الشعر عبقرية، وش هل تشوف أن الجنون والشعر مترابطين ببعضهم؟ هذا اللقط هو أنه دائما يتهم الشاعر المبدع الذي سبق عصره بالجنون أو ارتباطه بالجن أو ارتباطه بالجن. موضوع الجن ودخوله بموضوع الشعر هذه دعنا نستبعدها تماما، حتى وأن مثلا بالأساطير اللي ذكرت عن هذا الأمر، مثلا الأعشى يقال أنه في ليلة من الليالي والأعشى شاعر من شعراء المعلقات، فكان ساري مع قافلة وسمي أعشى لأن أعشى العينين قليل البصر، فظل الطريق حتى وجد بيت من طين فولجه وإذا شايب عليه الوقار، فسلم قال من؟ قال أنا الأعشى. قال الأعشى لست أنت القائل ودع هريرة أن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ قال أجل أنا. قال من هريرة يا الأعشى؟ قال هريرة والله لا أعلم. قال كيف ذاك تقول شيء لا تعلمه يعني؟ قال والله لا أعلم. ضحك الشايب وإذا بنت خارجة من خلف الجدار، بنت جميلة، قال هذه هريرة ابنتي نطقت بلسانك، على أنها جنية ونطقت بلسان الأعشى وهو لا يعلم من هريرة اللي كتب عليها القصيدة ودع هريرة أن الركب مرتحل. هذه مثل هذه الأساطير وغيرها، مثلا مقتل أحد شخصيات اللي قالوا أنه دفنوه الجن وكتبوا عليه بيت وقبروا حرب في مكان قبر، يمكن يحضرك هذا البيت. هذه من حيث الدقة ما نجد لها تأصيل لا علمي ولا منطقي دقيق، لذلك نستبعد موضوع ارتباط الشاعر بالجن. ممكن يكون ممسوس الرجل لكن ما جاء هذا المس، ما جاء منه أنه شاعر مبدع إطلاقا، يعني هذا الإبداع جهة والمس وهذه الأمور الروحانية جهة أخرى. هذه من ناحية الجن، ودعنا نوصد هذه النافذة. نرجع إلى موضوع الجنون. الجنون كذلك تقسم أقسام، في منه جنون هو فقدان العقل، وهذا يثبت بأدلة علمية طبية من حيث أجهزة وغيره، وهذا لا خلاف فيه، قد يصيب الإنسان ولا دخل له في الشعر فقدان العقل، خلاص فقدان السيطرة بأكمله، ويصيب ناس يسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم وأن يجزيهم خير. قد يكون من حيث جينات وراثيا، قد يكون أحيانا بسبة حادث، أحيانا يكون بسبة اضطراب شديد جدا، هذا من حيث الجنون اللي هو فقدان العقل. ظل أمر آخر العبقرية اللي تسمى في بعض المجتمعات بالجنون. العبقرية هي متى بدأ الشخص صاحب الفكر سواء كان أديب ولا فيلسوف ولا شاعر ولا غيره يطقها على الحد اللي موجود في مجتمعه من حيث الفكر إلى حد أعلى، يعني اتهموه بالخروج عن العقل وأنه أصبح مجنون، وهذا أمر أكد عليه حتى القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر تقريبا ذكر موضوع الجنون بأكثر من 10 مواطن، الشاعر المجنون وما صاحبكم بمجنون، كانوا يوجهون لهذه الاتهامات لأن موضوع الجنون حتى في السابق كان ذات المفهوم أنه يوم يكون الإنسان يصل إلى هذه العبقرية أو الخارقة أو أن يأتي بشيء لا يستطيعها العامة أو القلة القليلة من هذه العامة فهو مجنون. عرفت كيف؟ فأتهم كثيرا من الشعراء بأنهم مجانين، وهذا مفهوم يعني ما أرى له تأصيل. هو أن هي عبقرية، دعنا نقول هي العبقرية، لأن الجنون في أمر لازم أن أشير له، أن خضير ميري هذا الاسم اللي يظلم كثيرا
نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، هو فيلسوف وشاعر عراقي، توفي 2008-2009 يعني عن قريب، توفي إثر مرض. هذا الرجل في الثمانينات بان الحرب الإيرانية العراقية اتهم بالمؤامرة وادعى الجنون، وهو كان يدرس الفلسفة وكان عنده أساسيات الفيلسوف من حيث الفكر، اتهم على أنه متآمر، فاضطر أن يدعي الجنون حتى يتهرب من هذا الاتهام، فادعى الجنون وطال هذا الأمر حتى ثبت وأشاروا إليه أنه مجنون، ووضع في مستشفى مجانين في بغداد، مستشفى الرشاد يسمونه، وأحيانا يسمونه مستشفى الشماعية. هذا بواصيل قصته مثيرة جدا. الرجل هذا وضع في هذه الشماعية وبدأ يلقي محاضرات على المجانين ليقنعهم إن لا وجود للجنون. إذا كان الجنون موجود فهو موجود، ما تكون موجود في هذا المكان التأهيلي، تكون موجود في فقدانك العقل بالتام، موجود على سرير سدية، سرير طبي موجودك هنا. لا، فكان يقول لا يوجد جنون، لطالما لن يوجد عقل استيعابه، لا تستطيع استيعاب هذا الجنون يعني بشكل مادي ملموس، ما تستطيع أن تعطيه مفهوم معين. وكان دائما يكرر يقول لكل منا جنونه الخاص، إلى مقولة مخيفة جدا. بعد ما ظهر طبعا من مستشفى الشماعية وبدأ يستكمل كتاباته، وله أكثر من كتاب، له كتاب اسمه أيام العسل والجنون، وهذه رواية كان يتكلم فيها عن أيامه في الشماعية في مستشفى مجانية. الاقتباس أبو أصيل خلنا نذكره، قد يكون لها أبعاد كثيرة. يعني الرجل مخيف، أسأل الله أن يرحمه، كان مخيف من حيث اللغة لكن ظلم. يقول بين الجنون والعقل شعرة، إذا سقطت سقط العراق. الله. فهذه من حيث مفهوم الجنون وارتباطه بالشعر. ظل أمر آخر، الخلل النفسي، وهذا نستبعده عن الجنون، هذا أمر عارض يصيب نفسية الإنسان، وللأسف آمل من المجتمعات الحالية والمجتمعات القادمة أن تتقبل هذا الأمر وتعتبره حالة حال الصحة البدنية. الإنسان مو دائما سليم الجسد، دائما يصاب بين الحين الآخر بعارض عضوي وبدني وكذا. كذلك النفسية، هي اسمها الصحة النفسية. في مقولة جميلة جدا أبو أصيل تقول الوحيد الذي ليس به خلل نفسي هو المجنون. يعني كنا وكأنه يشير أنه كنا نعاني من خلل نفسي، بل الأدهى من ذلك سيغموند فرويد، وهو لا يخفى داخل. اسمح لي قضاتك على نفس السياق، كنت أسمع لقاء ففي دكتور نفسية كان يتكلم، قال أساسا اللي يوصلونا هم العقلاء اللي أوصلوهم المجانين اللي خارج لعندنا. الله، ما يجونهم متهمين، يجونهم الضحايا. صحيح. سيغموند فرويد من باب الشيء يذكر، هو مؤسس المدرسة الحديثة في علم النفس، رجل عالم فرنسي وفيلسوف، له مقولة مخيفة جدا بصينة. يقول أكثر مريض نفسي أتعبني هو أنا، وهذا تظهر لك من منطق إنسان عالم بعلم النفس وفيلسوف وعلى دراية بهذا العلم. وكان يشير لك بإشارة اليوم أنه لابد من تقبل هذا الأمر. يا رجل، في أمر يعني، أنت لو تشوف لك واحد الآن يبي يراجع الطبيب النفسي، يندس ما بين الناس ويحاول أنه على قدر المستطاع أن لا يراه أحد، كان كأنه يعني عامل مصيبة معينة، في حين أنه بالعكس هو أمر يعني لابد أن تتثقف فيه المجتمعات، لابد أن يدار أحسن، لا حتى لا يتفاقم الضرر والخلل هذا، حتى لا يتفاقم، خاصة بظهور الاكتئاب الآن وانتشاره بالمجتمعات بشكل مخيف. حديث جميل معك دائما. الله يطول لي بعمرك. لكن خذنا من جنون
المعنى إلى جنون الشعر. عطنا شيء من نحرك سواء أبو ذياد، أعرف لك أبو ذياد جميلة، من اختيارك أسمعنا شيء. تامر أمر بابنا لازلنا في جو الشعر الشعبي العراقي، سمعك أبو ذياد ودارميات اللي تبي. وسنها وحق من نزل أحكامه، وسنها وسنها عيون من البشر عافت، وسنها وسنها تلوج أحلوقها بخيري، وسنها وسنها ضحك كل ما يضيق الوقت بيه. الله. وكفنك تغيب يقول وكفن، وكفن وكفنك تغيب يقول وكفن، وكفن تخليني وسنين عليك وكفن، وكفن قلت تدري المشاعر سرن، وكفن وكفن حضني وقعد الميتين بي. الله. مالك سود. بالنسبة للدارمي قلنا انه هو عبارة عن بيت، فسمعك اكثر من بيت. صاحب جميل وياي ما اريد اجيلك، جيلك اتحاشى قربك لين اوف بجميلك. الله الله. طبعي طبعي طبع خرسان بالغيبة مادش، وبالحب طبع عمياني ينقش ولا يغش. الله الله. ما عادي يا هتشان مو طبعي غاقة، غاقة نوع من أنواع الطيور اللي هي صاحبة الصوت المزعج. ما عادي يا هتشان مو طبعي غاقة، أتخير العدوان مثل الرفاقة. الله الله. عركة عركة حزن ودموع ومدافع الضيج. الله الله. يومية هاي تصير من فكة الريج. الله الله. سلامتك. صح على لسانك. صح الله يدري. أبو الصباح، هاي الفنون الشعبية اللي أنت متشربها ذكرتني أسألك، وش يعني لك العراق؟ العراق أكثر مما كان يعني إلى الشاعر الراحل قاسم جبارة. هذا كان من شعراء المهجر في فيينا. نعم. ووجدوه منتحر في 1987 وتارك رسالة مكتوب عليها كل أعضائي هادئة باستثناء العراق. الله. عضو من أعضائي. فهو يعني لي أكثر مما كان يعني قاسم جبارة. يا أخي بلاغة الوصف. العراق أبو أصيل قاطعك بخير، العراق عمود هذه الأمة، ولكن كما قال الشاعر وطن تشظى في المنافي أينما حلت خطاياه تجد لدي أقاربه. الله. تشظوا. الله. مبدعينهم ومفكرينهم. الله. البيت اللي تقول اللي تقول في إنه العراق عضو من أعضائي، يا أخي الأدب الشعر العراقي جمال الصورة الشعرية فيه ياخذك البعيد ومتفوق. ليش متفرد في الصور الشعرية الشعر العراقي؟ الأسباب كثيرة، لعل أهمها وأبرزها الفترات التعبوية اللي مر بها الشعب العراقي. يعني مثلا إذا أردنا أن ننظر بالإبداع السابق في الشعر الشعب العراقي، نراه شبع إبداعا بالفترة ما بين 1980 نعم و 2000-2001، هذه العشرين عام العقدين، لأسباب. أولها الحرب الإيرانية العراقية اللي لا تخفى على الجميع، 8 سنوات، ومن ثم الحصار. هذا الأمر عيش هذه الفئة من الشعب اللي هم الشعراء معاناة ما مرت على اللي سبقوهم. غير ذلك أنت تعلم أنه الشاعر يرى ما لا يرى غيره، وهو لسان مجتمعه، كان يرى بمجتمع حالات تستدعي الوصف وتستدعي هذا الحزن وتستدعي هذا الإبداع وتستدعي أن يصل يعني لصور ابتكارية. يعني مثلا ذاك يوصف أيام الحصار والجوع وكذا، يقول كان الجاهل لو طب بسوق تطلع له بنص عين أحلوق. الله الله. يدرب جيب الوالد فارق بس راد يبوس التفاح. يا الله. ما كان يريد أكثر الله من ذلك، كان يريد أن يعني يبوس هذه التفاح تقديسا وتقديرا ما قادر أن يوصلها. والطفل شوف
هذه هذا هذا الابداع اللي وصل. لو تقرا بديوان كاظم اسماعيل قاطع ديوان نعش النهر نشره في 1999 تقريبا مليء بهذه القصائد المخيفه. مثلا القصائد يا اخي مخيفه الرجل يعني يقول ما مرتاح مني من الجاي من الراح عركوا ويا الزمن ورجعنا مخذولين وبعيد المسافه وينس اللي طاح الله. ما مرتاح لان شفت الشمس نزلت تبوس القاع الله وبتشف الطفل تلاح تلمسك بيد الطفل ولان قاض البلابل مدد التوقيف والفيل عد جناح الله. شوف جمال التصوير. ما مرتاح من ربعي ولا مرتاح تمساح بنهار خمصاحة ومن الخوف وجازفت بحياتي من سماعة الصياح لاويت المنية وبيده هزن الموت مدمة طلعت صفقوا للتمساح الله. وانت شبيك لما اندافعت عن نفسي صابك غيظ مو حتى القنافذ من تحس بالخوف تستخدم جلدها سلاح. يا سلام. أي شاعر يصل إلى هذا البعد بأن يصف جلد الشمس. القنافذ بيه الشمس نزلت تبوع القاع وبكفة الله يعني شفت الشمس نزلت تبوس القاع وتشف الطفل تلاح. كاظم تجربة وظاهرة له قصيدة عظيمة جدا عن في رثاء ابنه في وصف ابنه يوم مات. أي نعم اللي تقول ما تسمع قيام تسمع قيامه ليش ما تقول أي ما تحضرني حلقة كاملة يحضرني بيت فيها عندنا العزة نسميه فاتح في العراق والتشادر هو الخيمة اسمها تشادر خيمة العزة خيمة العزة اسمها تشادر تشوادر مجموع خيم فهو يقول بالعادة ثلاثة أيام ويشيلون هذه التشوادر ايه خلاص أنا ينتهي العزة فيقول فراش الفاتحة لو شفته ملموم الله بنص قلوبنا تلقى التشوادر الله خاطب ابنه عزاك بقلوبنا مو بال اي فراش الفاتحة لو شفته ملموم بنص قلوبنا تلقى التشوادر الله. كاظم ظاهرة ظاهرة شعرية تستحق الدراسة وتستعد إعادة النظر ولعل من أبرز قصائده قصيدة الليلة موت اللي ما أظن أنها خذت حق تخفى عن جميع نعم خذت حق نعم وصباح يقول جبران خليل جبران اخترت الانفراد والوحدة لأني لم أحصل على شيء من بشري إلا كان ثمنه شيء من قلبي أو دفعت ثمنه من قلبي لذلك بعض الشعراء يفضل الغياب والوحدة والانفراد أتمنى ما تكون منهم ولكن هل ولكن هل تشوف أن الغياب إيجابي أحياناً مطلوب؟ أخذتني بسؤالك إلى منحين. أول الوحدة خلنا نمر عليه مرور الكرام وهو متطلب لكل شاعر أظن المتنبي أكثر من وصفه يعني وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد يوم يكون لك مطلوب وطموح عالية يقل من يساعدك عليه فتضطر لك لأن تنطوي بنفسك وأن تستجمع قواك وتواجه هذه الصعوبات للوصول لهذا الطموح. أما بالنسبة للغياب الإيجابي يا بصين هو أمر لابد منه يعني ضرورة حياتية مهمة جدا. أنا الشاعر سواء كان أو المحب خلنا نوسع الدائرة أو الشخص بشكل عام أينما وجده بأي مجتمع أن يترك هذه المسافة ما بينه وبين مجتمعه ما بينه وبين عائلته ما بينه وبين محبوبه ما بينه وبين جمهوره إن كان يقدم مادة معينة حتى لا يمل وحتى لا ينظر له بعادية في حين أنه يكون مبدع أحيانا يكون قد واصل لدرجة من الإبداع لكن كثرة هذه الظهور كثرة الجلوس كثرة المقابلة جزء من علاقة تبهت تبهت النظر لهذا الشخص حتى لو كان مبدع. أشار لهذا الموضوع أبو تمام سبحان الله قبل مئات السنين يعني الرجل يقول وإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس اللست عليهم بسرمدي مو مقابلتهم 24 ساعة تروح وتجي لذلك شفتها زادت محبتها. أما من حيث أن نضيق الدائرة على المحبة البحتري شاعر الوصف وشاعر الإبداع البحتري يقول ولو فهم الناس التلاقي وحسنه لحبب من أجل التلاقي التفرق. يقول لو كان عرفوا معنى المحبة حقيقية
لكان فضلوا التفرق بين الحين والآخر حتى يحافظوا على هذه المحبة. وأذكر يمكن مقولة اللي أحلام مستغانمي هي اللي قالت مصطلح ذكاء المسافة، قالت أن تترك مسافة وهي ألا تبعد فلا تبعد فتنسى ولا تقترب فتحرق، فأن يكون عند الشخص هذه اللي هي ما يسمى بذكاء المسافة. بالصباح وش تقول في الفخر؟ الأخت الصالحة. وش تقول في التضحية؟ الأب. صحيح، أب بالنسبة للتضحية، لأن أبو صيل هو الإنسان الوحيد اللي يحب يشوفك أفضل منه. الأمان. الأم كما يقول الشاعر العراقي، أمي سجادة صلاتي بليل الولاية الغريبة. وش اللي ما يتغير في الحياة أبو صباح؟ كل شيء يتغير من حولنا، كل شيء معرض للتغيير، الثبات للتغيير، وخاصة بهذه العولمة وسرعة الأحداث وسرعة التطور، زاد التغيير لدرجة أن انتقل من وضعية الإيجابية اللي يفترض يكون عليها إلى وضعية سلبية للأسف، وهي تغير الأنفس، تغير الأشخاص اللي حولك، تغير من ظننت منهم أنهم لن يتغيروا. بالنسبة لي أثر فيني التغير جداً، تغيرت أنا وتغير محيطي وتغيروا أشخاص ما كنت أظنهم أنهم يتغيرون، إلا شيء واحد فقط، بقى لي شيء واحد ما يزال من الصغر للحين، لي من ضاقة أمي يستضيق الكون بعيوني، وما دام الغالية بقربي بغيت أقول للباقيين أنا في خير لو كل البشر راحوا وخلوني. أبو صباح، أنت فوق ما أنك شاعر أنت رجل قانون، واسمح لي أن نفتح نافذة للقانون من باب الأدب. راح أذكر لك أشياء أتمنى أنك أنت تدافع عنها أو توقع عليها العقوبة. هل الكتابة في العتاب اتهام أم براءة؟ كأصل عام أن الشاعر يذهب إلى العتاب لأنه يراه بيئة خصبة لإعجاب من حيث المتلقي، هذا جانب. جانب آخر أحيانا ممكن قد يكون حقيقة أن الرجل يعبر عن عتاب حقيقي وصادق، وهذه حالات قليلة بنظري، وأحيانا يكون ليبري نفسه. أذكر مقولة يا أخي بهذا الأمر شوي يعني غريبة، يقولها أديب إنجليزي، يقول لماذا لا يوجد بيننا شجعان ليعترفوا بالخيانة؟ لماذا أن كنا من نرى أنفسنا حن التضحية، حن الضحايا، ضحايا هذه الخيانة، ألا يوجد شجاع يعبر عن خيانته؟ فبالشعراء هذا الكلام موجه لشان، ألا يوجد شجاع يعبر عن خيانته؟ إذا ترى الشعراء كلهم هم الشعراء اللي ضحايا هذه العلاقات اللي دخلوا فيها، ويكتبوا من ناحية عتاب ومن ناحية أنه هو الجانب اللي كان أكثر عطاء. كيف تدافع عن المتنبي؟ بما أننا تكلمنا عن المتنبي، المتنبي في كثير من الحقب والمراحل يتهم بالسرقة، سرق قصائد ونسبة لي قصائد، هل توقع عليه الاتهام والعقوبة ولا تبريه أو تدافع عنه؟ مبدئيا بوصيل أنه المتنبي حقيقة ظلم أن يدان شخص مثل المتنبي. متنبي قصائد تدافع عنه، ديوانه يدافع عنه، إبداع يدافع عنه، لكن الموضوع صحيح كرر كثيرا موضوع أنه السرقة، وهي إذا ترى أنه الرجل ما اتهم بأنه سرق أبيات لفلان وفلان وفلان، أنه هذه أفكار كانت لفلاسفة سابقين. طيب من الطبيعي من البديهية أصلا أنه الرجل كان يعيش بفترة ازدهرت فيها الترجمة مثل ما ذكرنا سابقا، وكانت كتب الأغريق تجي، تأثر بفلسفة أرسطو، تأثر بفلسفة أفلاطون المدينة الفاضلة، تأثر بفلسفة سقراط طاليس، هؤلاء المبدعين تأثر فيهم من حيث الفكر، والرجل بدأ يكتب على هذا النمط وعلى هذا التأثير. رجل ما نقل لك الشيء حرفي، مثلا ما ذهب إلى شاعر، مثلا شاعر الإغريق هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة، هذه ملاحم شعرية،
ذهب لها وأخذ لك منها وحورها إلى الشعر حتى تسميه سرقة. الأفكار هذه وهذا الكلام، في أخي مقولة لأحد السلف جميلة جدا يقول لو لم يعاد الكلام لنفد. من وين نجيب لك؟ إذا الشعر بذاته وبقوالبه بالشعر الجاهلي عن ترابنا شداد يقول هل غادر الشعراء من تردمين؟ ما تركوا شيء. فمع بالك الكلام، الكلام كيف تريد أن تحافظ عليه وهذه الأفكار، وتريد من المتنبي أن يبحث عن أفكار جديدة خاصة فيه. أنت شخصيا تخاف من شيء؟ جدا. ها. أنا كثير الخوف. وصيل منظور مفهوم الخوف بمجتمعاتنا ننظر له بنظرة ضيقة جدا، وهو فقط الخوف على النفس. نحسب أن الخوف اليوم بني آدم يقول أنا خايف، وخايف على نفسه من الضرر، من أن يصاب بشيء، في حين هو أوسع من ذلك بكثير. إذا نذكر أنه قول الله سبحانه وتعالى جل من قائل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه بعض ذهب بعض المفسرين وبعض قراء هذه الآية الأمين أنه كان أحدهما خائف على نفسه، وحاشاهم أن يخاف أحدهما على نفسه أو يخاف أحد معه الله سبحانه وتعالى، ولكن كان أحدهما خائف على الآخر، الخوف على الآخر. فأنا كثير الخوف. الله. الخوف ما أنا ما أخاف على نفسي من الأشياء، أنا أخاف على الأشياء من نفسي. الله. أخاف على الآخرين، أخاف على أمي، أخاف على أبوي، أخاف على أخوتي، أخاف من الفشل، أخاف من النجاح المزيف. الله. أخاف من الفقد جدا، أنا إمام الخوف. الله. أبو صباح لو تحدثت أنا وأنت لين بكرة راح أظل مستمتع، وراح يظل كلامك مثري ومفيد حتى للمتلقي. لكن قبل ما نختم قصيدة راح أسألك سؤال، أنت وش تبي وش تريد؟ يعني ماذا تريد؟ إن كان سابقا فكنت أريد ما يريده المتنبي حينما قال أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، كانت هذه النظرة وهذا الطموح. أما الآن فأريد أن أخرج من هذه الحياة بأقل الخسائر لا بالأرواح. اختر لنا شيء من إبداعاتك الجميلة، قصيدة نختم بهذا المساء. تبشر. أضحى التداني، أضحى التداني بعد طال التنائي سنين، تسللت نظرتك كالسيف بين الزحام، قدت قميص المشاعر واستفاض الحنين، واختالت الصمت في صدري وسال الكلام، جيتي مثل جية الذكرى في بال السجين، اعتكتي النفس من سطوة قيود الظلام، على شفا ليل شعرك طل نور الجبين، أيقظ عيون المدينة واستثار الهيام، استشعري دهشة الأشجار والعابرين والشارع اللي جمعنا، حالف ما ينام متغيرة من وراي، وهمس صوتك حزين واشتعبه كان أنعم من هديل الحمام، سليلة الوجد جودي دام دمعك معين، واسترسلي في شعورك لو تشوف الأنام، ساورني الياس بعدك يا ربيع اليقين، واصفرت أحلامي الخضراء وباتت حطام، لا مر طيف البشر غنيت له تايبين، عشقك حلال وعشق غيرك بشرعي حرام، ولادة الروح لطفا من قبل ترحلين، أودع الصبر ثم استودعك في سلام. الله عليك. شكرا على كل هذا الجمال يا أبو صباح. بالعكس يا أبو أصيل، أنا اللي أتقدم لك بجزيرة الشكر والعرفان على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الليلة اللي آمل فيها أن قدمنا ما يليق بمسامع المستمعين، فإن أصبت بأمر فهو من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فأكرر شكري وامتناني على هذا اللطف،
وأكرر شكري أيضا إلى هذه الكوادر الجميلة اللي تقف خلف هذه الشاشات. أسأل الله لهم توفيق إن شاء الله. توفيق إن شاء الله وأن يكتب لهم الأجر. وشكرا شكرا يا حبيبي، قدمت وجملت وشكرا لك.